كيمياء كيمياء اي كويس جو. الكيمياء اللي بينهم حلوه، فانا دائما اختار دائما الشخصين اللي يعطون باصات البعض. اليوم معي الجميلين المبدع عبد الله الفريدي والمبدع نايف الفريدي. يا مرحبا ومسهلا. انزل يا ولد، انزل انزل. انا اقول لك لا تقول وين انا ولد. تبغى تفوز؟ والله ما تفوز. انزل انزل انزل. ذبحتني ذبحتني والله يعطيك الفضخ. ذبحتني. لا ما لا ترميني لا ترميني يا لا تهوشون يا عيال. طيب امسكني امسكني تكفى. كلكم بايزين. جمال الصلاح والله. انزل انزل نزلني 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 صدق. امسك النظارة. اي ثقيلة خلاص. على خير عبد الفريد ما اخبر منه. يا رمضان مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا يا هلا بنايف. يا هلا بعبد الله. يلا حيف. وش الفوقية هذه؟ راكب فوق احنا تحت. تعرف دائما جبر في القمة. هاي يلا حيهم. الله يبارك. شرفتوني نورتوني في الحلقة. الحلقة الثانية في وزير جبر. حبيب عيني. عبد الله الفريدي. كلمة. فريدي فريدي. عبد الله الفريدي. كلكم عينين في رأس. الله يطول عمرك. ومش يقول مضيع في الظهر. أطلق حجاج. كلمة. كل واحد يعطيني كلمة يا عيال مبدئية. كلمة؟ إيه. كلمة إيش؟ يعني للفقرة أو للمشاركة. أقول أنت ناجح أول شيء. والله أني صادق. وظهور مميز يا جبر. وقلت لك ذاك اليوم الشارة دي بتصير رمز لجميع الفوازير في الأيام الجاية. ما خلا منك يا أبو ومين؟ براجة. براجة. اسلم يا نايف. قل قل. قال يا سلم. ما أزيد على كلام أخوي عبد الله. لا زد عادي خذ راحتك. عادي. طيب أزيد على كلام أخوي عبد الله. والله إنك مبدع. الله يخليك. في غنى عن شهادة نايف. لا والله. لكن أنت مبدع ودائما تبهرنا. وجميل جدا و طلعت مثقف يا ولد وصادق. اذا ما فوزتني يلا. لا لا والله انك مبدع وانت تدري بقدرك وغلاك عندي. يعني ما في قدروس. استمر ومن ابداع لابداع ونجاح لنجاح وابدا تاكل بسرعه لان خلصت. عيال من هو اللي يشوف ان قدراته تقدر توصل للسلم. انا اقول الجائزه لي وعلى الصدى. حبيبي انا ما ارى شيء. طيب يلا يلا شيل شيل الليل. طيب يا جماعه الخير نبدأ. عارفين آلية المسابقة؟ يلا. عارفين الآلية؟ نعم. طبعا يا جماعة الخير الآلية اشرح للناس اللي يمكن ما عرفوها وما شافوا الحلقة اللي قبل. بيكونون على السلم أو الدرج. جاوب صح